عظيم انه انا مالي علاقه بهاي الفعله الشنعاء المسكونه انفه بالورقه، ولا تموت لي بصله الورقه لا من قريب ولا من بعيد. منيحك ارتحتي؟ اروح والله يريح بالكم مثل ما ريحتوا بالي. ماما يعني معقوله يخطر لك انه وحده منا تكون عامله هيك عمله؟ والله معكم حق تستغربوا وتعتبوا كمان، بس يا ماما انا ام وبتخاف على بناتها. يا ماما ما في ام بالدنيا ما بتخاف على بناتها، بس كمان ما في ام بالدنيا ما بتعرف على اي اخلاق مربي بناتها. ما بنعرف ساعة الغفلة شو مخبيه، بس تأكدوا تمام لو اني شاكة فيكن 1% ما بحط القرآن بيناتكن وبحلفكن عليه. انا بعرف بناتي ما بيكذبوا علي ومربايين احسن ترباية، بس لازم أكد لها لخالتكن انه مالكن يد بهالقصة، وغير بهالطريقة ما فيني اثبت لبراءتكن. براءتنا؟ اتصلي بريد تخيلت لحقنا على المحكمة، القصة صار بدها محامي. بس بقى شو عم تتوشوشي انت وياها؟ ليكي صبوحة أنا بدون محامي ما راح أحكي ولا كلمة. لك إنه أنت ما بدك تكبري؟ أكبر من شوية قلت لكم صغيرة تمسخرتوا علي وقلتوا لي دخيلة النونو، هلا صار بدك يعني أكبر؟ بالله تبدي لك صبوحة على شي قصة أكبر ولا أصغر؟